السلام عليكم جميعا قناه صوت الاسد تي في. كما شفتوا المعلومات المباشره من مدينه الدار البيضاء في منطقه الدار السلطان كورها المدن المشاكل هذو ديال الناس اللي تيكراو البلايص، الناس اللي تيقلبوا على المشاكل بزاف. الحمد لله السلطات المحليه خدموا فوقش مناسب على قبال حول هذا الموضوع هذا اللي هادو الناس باساجي اللي جاوا حطوا هنايا كانوا البعض على حساب المعلومات اللي سمعناها كانوا البعض قال كارين ليهم شو هادو الاخرين كارين للناس هادو البلايص ياك هادشي اللي كاين. كما تتبعوا معنا غير المشاكل كثيره السيد كان غيتسبب في حاله خطيره هنايا منطقه الدار السلطان اللي كانت غينوض الراي العام كله بغى يخرج على هاد الناس هادو اللي هما قدام هنا في الدار السلطان اللي هما اولاد المنطقه منوبران يعني مشاكل كثيره اللي كاينه هنايا. الحمد لله الناس ديال الساكنه ديال المنطقه اللي رفضوا لقبال هاد المشاكل هذه اللي هنا يعني واحد جا من منطقة غريبة جا من منطقة أخرى اللي بعيدة جا هنا باش يدير واحد المشاكل. الحمد لله أعوان السلطة المخازنة والسلطة المحلية شدوه هنايا واحد حاليا بالحوزة ديال الصفة ديال المخازنية باش ميبقاش يدير بحال هاد المشاكل هادي. السلطة المحلية شدوه السيد القائد مشكور هنا بصراحة اللي قام بالواجب المهني ديالو على قبال هاد السيد هذا اللي كان كيتسبب في خطر للساكنة هنايا كيتسبب في خطر لا للساكنة لا للنباع الجائلين. هاد النباع الجائلين تا هما كان غيتسبب لهم في واحد الخطر كبير كان غيخرج على هاد الناس كلهم. السلام عليكم. السلام خويا. خويا ابراهيم شنا هاد السيد هذا اللي هو ماشي ولد المنطقة وجا كان غيخرج عليكم هنا قالوا لنا كان غيحرق راسو كان غيتسبب في مشاكل كثيرة هنايا شنو تقول اخويا ابراهيم؟ هاد السيد واش كاري ليه شي واحد واش شي مشاكل أخرى؟ حيت على حسب المعلومات اللي سمعنا قال لك كاري ليه شي مرا. دابا الاشكاليه اللي كاينه معكم. السلام عليكم. معكم عبد الوهاب ابراهيم جمعيه كارلوطي التنميه الاجتماعيه المحافظه على البيئه. بالنسبه لهذا السيد بعدا اول مره تنشوفوه هنا اول مره براني ماشي لا من السيكتور عندنا لا من المدينه لا من حتى حاجه. واش اللي تيدير هو دابا اشنو هو اللي استغل؟ هو استغل ذاك الفراغ اللي فين بان موال الفراشات محيدهم من المخزن. جا هو حط لنا الفراشه تما ما عرفتش تناقش مع المخازنيه ولا مع المقدميه بحال هكا ما خلاوش يحط درنا هذه الفوضى دارنا. جا واحد براني دار الفوضى ويخرج عليكم الفوضى علاش دابا مسنا حنا اللي مسنا ماشي تاود الساكن. حنا ديما عندنا هاد المشاكل حنا بحال هكا ديما مع هاد البرانيين بحال هكا تيجي براني تيخلق لنا المشكل وفيم تيتسب تما ما رديتش ليه الباب في الاول حنا ما تنعرفو راه براني هذا ما عمرنا شفنا كاع عوانا. دابا اللي هاز ميكا تيجي تيلقى شي بلاصه تيلقى الشارع خاوي تيحط فوق تيحط ما يمكنش غتجري عليه ما تيجي يجري على المخزن نضر هاد البلبله دارها. ودابا شكون تيتمسو؟ تنتمسو فيها حنا انتوما من الاولين بالنسبه لي انا غنمسكم انتوما من الاولين. حنا باعين متجولين حنا كاينه الحمله حنا متازمين مع السلطات في هذه المسائل ديال الحمله طلع بنادم شويه شويه ولكن رجع على هذا الاساس ماشي نوض الفوضى لهاد الناس هادو. وحنا بهذا المنبر هذا حنا تنتبرؤوا منه. حنا راه شناكم بزاف شحال ديال المده وانتم تقاتلوا على قبل هذه المشاكل هذه باش تصلحوا هذه المشاكل هذه ودابا تيجي واحد من بلي من الله كما قلتو تيجي ينوض لكم سلفتنا هنايا راه مشكل في حد ذاته. هذا راه مشكل ولكن شنو هو السبب؟ راه مشكل راه خاصنا حتى حنا نتعاونوا لا السلطه من جهه ولا حتى حنا نيت حنا انفسنا واخا باعين جائلين بحال هاد الناس هادو راه خاصنا حنا نحاربوهم. الا كان بلاد بغا يجي هنا باش واحد فرد واحد براني تيجي يجري على بحال 1000 واحد ديال البشر بسببه هو ومفعال تيدير هذا ما تيدير حتى واحد تيرى اي واحد يا اما مقرقب يا اما مسطي باش واحد يشد شعل في العالم. اشنا معني زعما نكب ليسانج وشعل شنا هي هادي؟ ما كوكتي كوكتي انت واحد المده وانت سميتو وما بقاش دير هاد المساله هادي. مشاك واحد يلاه جا البارح ولا بغى يدير لنا حنا الفوضى هنا وحنا راه من هاد المره واحد نقولها هاد السيد حنا راه مبرئين منه مبرئين منه ماشي معانا. كيوقع المشكل ديال الخليفه عزيز الله يشافيه تنشوفوا عزيز السوسكي اللي وقع لي داك المشكل اللي مشكل خايب هذا باعي متجول هذاك باعي متجول ما والو قالوا مسطي تا هو هذاك هو هادي زكاك دابا اي حاجه تتوقع اي حاجه تتوقع اش نقولوا هذاك الباعي الجائر هو اللي دار هذاك المشكل اللي كاين دابا راه هذا هو المشكل. دابا هاد الناس هادو تيستغلوا ديما هاد الازمه اللي حنا اللي كاينه فيها هاد المشكل ديال الباعه الجائلين ديال الحمله وداك الشيء كلشي ولا يستغلها وحدين بعات يجيو تيديروا النرويج ويشوفوا بحالهم راه ماشي معقول. حنا ملتزمين السلطان
تنعرفوا درب السلطان اي واحد تيجي لي بوطا يتحرك السوق ديالو. اي واحد ولاد درب السلطان راهم معروفين. الناس يجي يبيعوا مدان الناس ديال البراني ولا تيجي ويكري بلاصه هنا داك الشيء راه ما بقاش. ما انا تنقولها الكريان ديال البيص بقى لا كريان ديال البيص لا والو. والو. بقاو الناس ديال الساكنه والناس وخا يكون بنادم يكون براني وتيكون ملتزم معاك وتيحضر معاك وتيمشي معاك في المسائل اللي احنا مخطينها محبابيه وعاد جاتنا الفوضى احنا معاه في الموصلات. شوفوا السيده السلطه المستوطنه المحليه غتابع هذه السيده لا خيبه لك. احنا نشهدوا. لا شو ومحقهم خاصة داروا تتابعوا خاصو على اساس باش يضرب لي اي واحد يفكر باش يدير لنا بحال هذه الحاله هذه ماشي معقول. هادشي اللي شكرا بابا الله يحفظك مصطفى. نعم خويا شي بان لك انت في هادشي هذا وانتم خويا هادشي ماشي معقول. تشوفوكم ديما تقاتلوا على قبل الفراشه على قبل الطوابل علاش حيت الوقت اللي حيدت الفراشه صاحب المحل حتى هما كلاو العسى كلشي كلاو العسى راه انتم اللي مخدمين صاحب المحل. دابا شهر ونص ولا شهرين دابا حنا واقفين وداك الشيء جا واحد فرمشات وعين ضرب لنا كلشي في الزيرو رغم ان الناس وكان سميتو مع السلطات وكيجريو علينا وكنعاودو نجيو بميكات وكيجريو علينا وكنعاودو نجيو ما كنديروش حنا هاد الامور هادي حنا بارئين هاد الشيء. هاد السيد هذا ماشي معانا واش كاري ليه شي واحد واش كاري ليه شي واحد الكرامه كاري كاري ليه شي مرا سمعنا حنايا. انا ما حضرتش ليه اصلا انا بعدا هنا هاد السيد ما حضرتش ليه حتى جيت قالوا لي راه السيد جاب ليسانس على ليسانس وكان ضارب مع واحد على البلاصه هذا هو اللي كاين صافي ملي جيت وقالوا لي مطلعينو الستافيط وداك الشيء صافي هادشي اللي هادشي اللي سمعت انا صافي. زعما يبقاو يتكرروا بحال هاد المشاكل هادو شنو تقول للجهات المسؤوله؟ الجهات المسؤوله شنو تقول لهم؟ مجلس العماله ما سميتو الوالي الوالي شنو الرساله لك؟ وحنا ملتزمين معاهم وحنا اللي داروها معنا حنا راضيين بها اللي داروها معنا حنا راضيين بها هذا هو اللي كاين وحنا ما يلقاوش معنا شي مشكل حنا ولاد الساكنه ما يلقاوش معنا المشكل. إلا بغاو يمنعونا راه غيمنعونا، بغاو يخليونا راه غيخليونا. ولكن انتم راه مخدمين شحال من واحد. وي حنا 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 هازين عائلات ومخدمين شحال من واحد. هما ديال الناس اللي عايشين هما ديال الناس في هاد الساكنة كاين واحد اللي خارج راه هاز عشرة الناس. واش ذاك الوقت اللي حيدوكم راه انفجرتوا وتمحنتوا ياك جينا عندكم جينا عندكم وشفنا الواقع ديالكم. هي حنا من الناس اللي تمحنا ولله الحمد الحمد لله ونشكروه. حنا دابا كنشدو البياسات في يدينا وكنتعاونوا هما كيدوزوا حنا كنعاودوا نوقفوا عاود ثاني وسميتو جا هاد السيد هو دار لنا مشكل حنا بارئين منه حنا غنشهدوا في هذاك السيد غنشهدوا في هذاك السيد. انا ما حضرتش انا كاع ملي جيت تنجري قالوا لي راه واحد غيمسافر ما كنعرفوش كاع عمرنا هو براني ماشي ولد هنا. لا لا ماشي ولد هنا. سمعنا دابا قال لك ولد بني من الله جاب غيدير كاريزه. انا شفتو كاع ما عمرني ما شفتو كيقول لي واقف مع ديك السيدة عمرني ما شفتو جوعنا هما هادي اللي كانوا معاك هذا عمرني ما شفناه. شكرا حاجة كما تبعتوا معنا متبقى قناة الصوت على بلاصة تي في المشاكل اللي ديك الشيء اللي تنسمعوا هنا قيس عليها الدرب السلطان الحمد لله الصوتات المحلية دخلوا في وقت المناسب الناس حاب فراشة دخلوا في وقت المناسب حتى واحد ما تقبل هذا الموقف هذا اللي دار هذا السيد هذا اللي هو تيتسبب في خطر لا للجائلين لا للساكنة للناس كلها اللي تتواجد هنا. يعني هذا الشيء ما خصوش يكون حاليا غير يجيو رجال الامن باش ينقلوه الى الدائره الامنيه. مشكورين السلطات المحليه على المجهودات اللي قاموا بها على قبل السيد هذا اللي تيستعمر بزاف الحوايج. الحمد لله السلطات المحليه خدامين قايمين بالواجب ولكن بعض الناس اللي ما خلاهمش يخدموا. علاش اخويا تجي واحد براني تجي باغي دير واحد المشكل خطير هنا باغي تسبب بزاف الناس اللي تيطلبوا طرفة الخبز تجي انت تحرمهم ماشي حشومة. دابا حاليا القائد والسلطات المحلية ديالو الناس ديالو اللي غادي يتنقلوا إلى أقرب دائرة باش يجيو يديو هاد السيد هذا اللي هو كان غيدير كارثة عظمى كما تدخلوا السلطات المحلية والمخازنية كان غيتسبب في واحد كارثة عظمى هنايا صحف فراشة كان غيخرج عليهم ويلا بداو تيصلحوا في الأمور ديالهم كان غيخرج عليهم واحد الخرجة اللي صعيبة بزاف. يعني كما تشوفوا معنا حنا في قصيدة حفاري الى هنا متبع قناة صوت على سات تي في غادي نخليوكم. بصراحة هاد الشيء هذا راه تيحير ما عرفناش شنو غنقولوا لكم. غنوافيكم معلومات جديدة ان شاء الله الى اللقاء موعدنا مباشر جديد ان شاء الله وتحياتي لكم.